إيه البصله 5 درهم، البطاطا 10 درهم، الجبانه 12 درهم، اللوبيا 12 درهم، الخيار 6 درهم، الفلفله 15، الشوفله 8 درهم، الدنجال 6 درهم، الشلاضه 7 درهم، مطيشه 6 درهم، الليمون 8، السلاوي 10 درهم، الفول 7 درهم، اللفت 5 درهم، خيزو 5 درهم، الباربه 4 درهم. والثمن باقا يطلع انا باقا يهبط حسب حسب هو ما تسبقاش شاده الحساب ديالها. البصله حاجه مليحه دايره 6 درهم 5 درهم، وكاينه البيضه ب 7 درهم، المدوره 14 درهم. راه هي عند الاخ اللي باهدائها. لا ما كنجيبوهاش لان غاليه على الناس بزاف وما كيدوهاش المستهلك، كيدي دابا هذه، هذه بلديه ومزيانه. ايه هذه 5 درهم باش كنبيعوها. ايه البطاطا 10 درهم، البطاطا باقا شاده الثمن ديالها. ايه البيضاء والحمراء بحال بحال نفس الثمن. الجبنه كتقدم في المارشي كاملين، وين كاينه الجوده، كاينه ديال الشتوكه، كاينه ديال الغرب. دابا ديال الغرب هي شويه عاونت السوق، اما اللي يكون هي ما كايناش، الاخرى دايره 400 درهم. ايوا الطلب اكثر من العرض. مطيشه غير بحال نهار الخميس كانت دايره 80 درهم، كانت موجوده، الناس ما كاينش الشارج، ما كاين والو. دروكا فين جاو كاملين راه وصلت واحد الثمن يقدر تطلع، لان دابا الناس كلشي كيتهبطوا على كلشي، الناس كيتقداو دابا. الأكثرية دابا كيسافروا الناس دابا مع العيد مع كذا، داكشي كاين، داكشي كاين من البلاصة ديالها، قليلة من البلاصة هي. البطاطا راه إلا كان دابا من هنا لقدام دابا ربما غادي تطلع، غير رمضان دابا ما كتستهلكش بزاف، هي دابا وصلها 10 درهم. لا غير البطاطا علاش كنهضروا، إما الخضرة الأخرى بحال البصلة هي وجدات. البصلة راه كانت 8 درهم 7 درهم 6 درهم، الحمد لله راه كاينة 5 كاينة 4 كاينة، اللي بغا يسلك راه كاينة حتى 3 درهم 2 درهم ونص. بالنسبه للخضره يعني الحمد لله كاين موجود، كاين السعه بوفره وبالجوده الحمد لله كلشي كاين. وبالنسبه للاثمنه يعني ديما حنا كنعرفوا ملي كيقرب العيد يعني كتكون السلعه كتكون لا شارج، يعني الفلاح اسمه التجار كيشارجوا السلعه بزاف للسواق كيبيعوها، وبالتالي كتكون يعني السلعه كتكون شويه كتزاد في الثمن. يعني مطيشه كانت من دابا واحد يومين يعني كانت نزلت 70 درهم من الصندوق، يعني معدل ديال 3 دراهم حتى 4 دراهم الكيلو، يعني من البارح اليوم رجعت ثاني ل 6 دراهم، ويعني واقيلا غادي في التصعيد يقدر تلحق 7 دراهم الله اعلم. ايوا بطاطا، بطاطا كاينه 10 دراهم، وكاينه ديال الفريت باقي غاليه دايره 12 13. البصله المدوره باقي غاليه دايره 16 حتى 17 درهم، ولكن الناس كياخذوا البصله حريه، البصله حريه مزيانه 5 دراهم 6 دراهم يعني في المتناول. وباقي السعه يعني واخا كاين واحد الارتفاع قليل يعني، ولكن باقي مزيانه. يعني اللوبيا 12 درهم، الكورجي 8 درهم، الدنجال 6 7 درهم، الشوفله 7 درهم 8 درهم، الفلفله حلوه باقي غاليه، فلفله حلوه صفراء وحمراء مازال بين 20 23 درهم، الفلفله الخضراء طيه باقي 13 درهم، خيزو داير 5 درهم، نعم بطاطا 10 درهم 10 درهم العاديه، وديال الفريت بين 13 و 12 درهم. ويعني كنتمنوا يبقاو هاد الاثمنه ان شاء الله هكا، خصوصا يعني اقتراب ديال عيد الفطر ان شاء الله، الناس كيقتنيو يعني الخضره بكثره، كنتمنوا يعني ما يكونش واحد الارتفاع يعني اللي هو خير. الايامات هذه المعيشه كنعيشوا عيشه قاصه شويه، انا عارف راني باش كنعيشوا ديك الطبقه الضعيفه، ما عندنا شي مدخول من شي قنت ولا من شي حاجه تجي عندنا، ما عندنا تعويضات لا شي حاجه ديال الانتريت لا والو، عايشين ديك الكريسه اللي كنعيشوا بها، كنحملوا الناس ديك الكفيفات تاعهم من الداخل تنخرجوا من 300 ورات، كان يعطيك 100 كان يعطيك 50، كل واحد باش نقسموا الله، عندنا 4-5 وليدات باش كنعيشهم، وانا كنمارس هذه الحرفه مده 30 سنه. تاخذ غير دابا كنتقدا، ما نقدرش نشري بحال هذا الشيء تاع الغلاوات دابا هكا، كنقعد دابا حتى النهار، كنقعد حتى النهار لحد دابا كيكون داك الشيء تاع الخضره رخيصه والديشي، كنشري ديك القياس دابا ديال جد 2 دراهم 3 دراهم حتى 4 ترى بعد درهم دابا مثلا كياخذ الانسان ديال المستطاع ديالو، وما كنقدرش دابا انا اخر اكثريه بزاف كنشري عند الخضارات واحد كيعاون لك في كلشي، المهم عندنا المدخول دابا اللي توفر به داك 100 درهم 200 درهم قد دابا بين ديسير ما كنديه الوليدات دابا غير من سيمانه
ذاك نص كيلو تفاح، ذاك نص كيلو بنان، هو باش كندي شي حاجه خفيفه ما المستطاع باش شي حاجه ما كاين. وهاد الغلاوات دابا كثرت، والبطاطا كنا ديك الساعه كنشريها ب 40 ولات كدير ديك 160، وما عندنا لها جهد. مطيشه كانت كدير ديك الساعه الثمن ولات كدير الثمن، ما عندنا جهد. كنا بكري كنتقداو ب 40 ريال 60 ريال الكيلو 50 ريال، عايشين عايشين وليداتنا بخير. شيت غير شويه دروك انا دابا لقينا المستطاع ديالي والله العظيم ما كتمشي فيا حتى 50 درهم في الشهر، في الشهر ما كتمشي فيا 50 درهم. كنخدم العام كامل ما كدورش في جيبي 10000 8000، ما تدورش، ما عمرها دار في جيبي حياتي، حياتي كامله. داك الشيء اللي كنصور كنوكل به لوليداتي ما كاينش والو. ها؟ ما عمرها جمعت فيا 500 درهم في الجيب ديالي. ما كاين زعما اللي تعاونك الدوله مشي خونت ولا شي حاجه تعاوننا مشي خونت، ما كاينش. ما عندنا مدخول، ما عندنا لا كيس، ما عندنا والو، كاين الله سبحانه وتعالى. شحال دابا غادي تقضى اليوم؟ اليوم نقدر نتقدى بديك 30 درهم ولا 35 درهم، لقيت بها خضيره لوليداتي ومشي للدار. شي 35 درهم كاكل 30 درهم لقيت بها شويه ودي للدار ومشي بحال هكا. هذا هو المدخول اللي عندنا حنا، ما عندنا مدخول كبير. باقي Thank you.